ماشي. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكتب معاها بنرحب بالله فاضل وبنرحب كلام سعادتك عزيز الله على المصر نسعد بمفتاح حفل تخريج الدفعة 13 من تدورات الطبية في مستشفى مجمع جمال. خير ما نبدأ فيه كان الحفل الكريم كلمات من كتاب الله يلقيها علينا الاخ الفاضل الاستاذ محمد الدكتوري من مستشفى من جامعة الإيمان ثلاثة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل في أجواء ثورة يناير العظيم. هذا العام جرت
فعاليات هذه الدورة في أجواء انتخاب رئيس الجمهورية الذي أرجو أن يوفق الشعب المصري في اختيار رئيسه الذي سوف يقود البلاد إلى قرب الأمن والأمان. وفي نهاية كلمتي أوجه شكري إلى كل من نظم وساهم وشارك في تنظيم هذه الدورة الطبية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الاستماع إلى كلمة إدارة المستشفى، نجد أنه من المناسب أن نستمع إلى كلمة الأطباء الذين حضروا هذا الفعاليات، نستمع منهم كلمة صادقة بمميزات وسلبيات الدورة حتى تكون دراسة للمرحلة القادمة إن شاء الله. كلمة الأطباء يمكن أن يبدأ عنهم الأخ الزميل الطبيب فتحي عبد الرحمن. أحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء بشيء بعد. وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد العريف وعلى آله وصحبه. أفضل الصلاة ولكن التسليم. حقيقة يعني هذه الدورة كأننا وسعينا من قبل السنة ستة سنة امتياز. أدركنا أننا داخلين على حياة مهنية يعني بعد الصلاة. مش على روتين اللي كان يعني موضوع اللي كده هو مطلوب اللي يبقى فيه اجراءات واعمال اجرائيه عشان كل عمل يتم بصوره منظمه وصوره كويسه، لكن لا يكون الروتين المعين. انا اعتبر الدوره دي استثمار في الذات. هذا الاستثمار الذي اغفل له كثير. كثير مننا بيستثمر في العقارات في الذهب حاجات كثيره يعني، لكن بننسى ان احنا نستثمر في ذاتنا. انا فاكر وبعتقد وبظن ان كل معلومة اخدتها في الدورة ديت انا بعتبرها استثمار في ذاتي في حياتي المهنية هتفيدني بعد كده وفي حياتي حتى غير المهنية حياتي الشخصية. لكن هذا لا يعني برضو ان خلاص يعني منزهة عن كل نقص او كل عيب. فالتطوير والتحسين عملية مستمرة ومطلوبة حتى نصل الى النقطة جميعا. لها ايجابيات كثيرة هذه الدورة. كان الاستاف اللي موجود معنا ما شاء الله استاف عالي جدا قريب مننا. لكن في نفس الوقت برضه محتاجين بعد كده اللي هي دوره يبقى فيها الكلام الكلينيكال اكتر او اللي هو الكيس تيكنج بحيث نبقى اقرب الى متطلبات سوق العمل. وهذا اللي هيوصلنا لجوده ميدانيه حقيقيه وليس جوده ورقيه. مش هطول على حضراتكم، لكن في مجمل الامر انا سعيد بهذه الدوره، سعيد ان احنا كنا موجودين مع بعض، وان شاء الله رب العالمين العلاقه اللي بينا تستمر اكثر من كده ان شاء الله رب العالمين، وتبقى حتى بعد التخرج ان شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. يعني هو طبعا في الخلفيات في جهد اداري بيتم حاليا من حيث ان بيتم عمل احصاءات عن كل ردود الافعال بالنسبه للتعليق على المحاضرات اللي بينزل على الفيسبوك، كل محاضره من محاضرتها تعليق، في استبيان بيوزع حاليا النهارده على الزملاء بحيث ان اللي ما ذكرش شيء يستغربه ويذكره، وفي نفس الوقت اللي في نظره اجماليه بقى بعد انتهاء الدوره يا ريت نذكرها. ارجو بس ان اكون انبه ان الكلام ده بيؤخذ بمنتهى الجديه وبيبنى عليه فعلا الدورات اللي فاتت، ويمكن احنا اتاخرنا شهرين عن في الدوره السنه دي عشان فقط نحاول ان احنا نطبق الملاحظات اللي اتقالت في السنوات اللي فاتت جمعناها كلها وجلسنا مع الزملاء اللي حضروا الدوره اللي فاتت السنه اللي فاتت عشان ناخد افضل الايجابيات ونتجنب السلبيات، ولكن كمان اللي وقته فبرضه متوقعين ان محتاجين لسه يعني استكمال هذا الامر ان شاء الله. بنسعد بكلمه الوزاره، فان شاء الله نفضل الاستاذ جمال يعطيها نيابه عن وكيل الوزاره. جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أرحب بحضراتكم في ختام دورة الممارس العام التي تقيمها في مستشفى حضرت مع أستاذ الدكتور أمينة العيد قبل كده نفس الدورة دي، كان سنة 2008 وكان في نفس هذا المكان. فاحنا بنشكر في البداية كده السادة أعضاء مجلس إدارة مستشفى مجمع الجيزان لقيامهم بهذه الدورة كل سنة لكل دور. في البداية أحب أن أتفق على أن دور وزارة الصحة هو الحفاظ على صحة الإنسان ورعايتها والوقاية من الأمراض وعلاجها، ولذلك أرى أن الصحة ليست فقط مسؤولية وزارة الصحة وحدها، وإنما يشترك معها المجتمع المدني كله. كما نرى جميعا أن من حق المواطن المصري وخاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة أن يتلقى الخدمة بنفس المستوى الموجود في أكثر الدول تقدما، سواء في العلاج أو الدواء أو المعالجة. وبذلك يعود الطب في مصر إلى مكانته التي كانت عليها دائما. في الدول المتقدمة طبعا كلنا عارفين أن أول طبيب بيقابل المريض هو الممارس العام، وهذا لأن مهمته في رأيي أصعب من مهمة سواء الأخصائي أو الاستشاري، ويجب أن يكون مؤهلا لذلك. وأملنا أن يتوفر لدينا طبيب ممارس لكل 1000 مواطن، بحيث يكون في خدمتهم طوال 24 ساعة ولديه قاعدة بيانات عن كل منهم، وهذا سوف يوفر لنا معلومات دقيقة عن الحالة الصحية وكذلك ترصد الأمراض، وبذلك يكون يمكن عمل خريطة صحية متكاملة للأمراض في مصر وما يوجد بها أو ما يوجد منها في كل مصر. إذا درسنا نسبة الأطباء حالياً إلى المواطنين هنلاقي إن هي حوالي لكل 10,000 مواطن النسبة حوالي 6.7 طبيب ممارس. أي يوجد عندنا عجز في عدد الأطباء الممارسين، ولذلك فإننا نعمل على تعظيم دور الممارس العام، وبذلك تحتاج الوزارة في المرحلة القادمة إلى حوالي 85,000 طبيب ممارس على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بالفعل حاليا 322,000 طبيب ممارس بوزاره الصحه. يبقى دي الاحصائيات اللي عندنا 322، لو وصلنا لحوالي الرقم بتاع 400,000 ممكن نوصل للنسبه العالميه. بالنسبه لطبيب الممارس العام مهمته يجب الا تكون قاصره على العلاج فقط، وانما الرعايه الصحيه والتثقيف الصحي للمواطنين عن كيفية الحياة الصحيحة أو الصحية من غذاء وشراب وسلوكيات صحية سليمة، وكذلك الوقاية من الأمراض. أنا شفت البروتوكول بتاع الدورة وأعجبت بيه جدا، وشايف إن مركز على حاجات كتيرة جدا بتفيد الطبيب الممارس، زي الفيزيك لايف سبورت، حالات الستروك والكوما، تشيست بين، والبيدياتريك إمرجنسيز، والبيزك جنرال سيرجن، والاي ان تي امرجنسي كير. وختاما، لكي يكون الطبيب بصفه عامه ناجحا فانا ارى انه يجب ان يكون لديه النيه الصادقه والاخلاص في اراده الخير والنفع للمريض، وان يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. نمره 2، انا شايف برضو المعامله الحسنه والتلطف مع المرضى ومراعاه حالتهم النفسيه. 3، اللباقة في تعريف المريض بمرضه ومحاولة تطمينه ورفع معنوياته. 4، أن يكون كاتما لأسرار مرضاه. 5، أن يكون قدوة حسنة في أخلاقه وحسن مظهره. بالإضافة أن يستزيد من العلم زي ما قال زميلكم العزيز، ويواكب على كل جديد في الطب. أنا بشكر أستاذ الدكتور أمينة العيد وأستاذنا الدكتور جاد وأستاذنا الدكتور محمد مدير المستشفى لدعواتهم الكريمة، وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن برضو من اللحظات اللي الزملاء قالوها،
ممكن هنحاول نقول ان مثلا طلبوا توفير وسيله انتقال في مواعيد ثابته. يعني رحبنا بالاقتراح ده وانتبهنا له قبل بدايه الدوره، كنا حاولنا نطبقه على انه اقتراح جيد، ومثل هذه الاقتراحات تيسر الامر وتنظم العمل. مساله زياده الكلينيكال في الدوره، احنا بنحاول الدوره اصلا كلها كلينيكال، انما بنحترم رغبه بعض الاساتذه اللي بيحبوا يدعموا الجانب النظري قبل ما يبدا الجزء الكلينيكي، انما برضه احنا معاكم اننا نجيب هذا الجزء الكلينيكي. هنسعد الان بكلمه استاذنا الاستاذ الدكتور جاد المولى نقيب اطباء تقاعديين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في البدايه انا بشكر كل القائمين على هذه الدوره، بشكر اداره مجمع الالمان، دكتور مصطفى، دكتور محمد، دكتور سعد، هلال، الحقيقه على كل ما يقومون به من اعمال احتاجها المجتمع وفي كل المجالات. هذا الصرح الضغط كلما دخلته يعني شعرت بالفخر والسعاده، واتمنى لهم دائما الخير. كل مره اجي هنا بلاقي في اضافات وجديد، والحقيقه يعني هم متشعبين ومجالاتهم الخدميه كثيره. المجمع ده بيخدم الاف من المرضى البسطاء وباسعار زهيده جدا، ويخدم ايضا الاطباء بتوفير فرص عمل كريمه لهم تدريبيه، وبيعول كثير من الاسر، ومجمع حصاد علمي ضخم في اسلامي معتدل، ومجالات عملهم كثيره، فجزاهم الله كل خير ان شاء الله يبذل ذلك في ميزان حسناتهم. فخير الناس انفعهم للناس، ليس خير الناس الذي يصلي ويصوم ولن امشي في حاجه اخي خير من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا، وهم هذا هو نهجهم. الحقيقه كلهم يعني طاقات كبيره، وكلهم ناس متفانيه وتعمل مخلصه لوجه الله سبحانه وتعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجازيهم كل خير. وشكر خاص لمديريه الصحه على كل ما تقوم به وما تقدمه للمواطن المصري وللطبيب من خدمات. شكرا للدكتور جمال ممثلا عن وكيل الوزاره، دكتور محمد ابو الخير، والدكتور طارق كقيادات متميزه في وزاره الصحه، وربنا يجازيهم على كل خير في تعاونهم مع الاطباء وفي عملهم من اجل المرضى. والشكر خاص لاستاذي ومعلمي استاذ الدكتور عبد المنعم العيد، الذي والله ما زلت اتعلم منه حتى الان، وهو قدوه لكل الاطباء وقدوه لكل النقابيين، ويكتب في ميزان حسناته اعمال لا حصر لها، منها لا للاطباء الموجود في طلقه والذي هو مفخره لكل الاطباء. فاشكرهم وجزاهم الله كل خير. الحقيقه مجمع الايمان باعماله ودوراته الكريمه دي بينافس نقابة الأطباء ونافس كلية الطب، وإحنا مش ملاحقين بصراحة. يعني هم نعمل دورة يعملوا دورة وهم متميزين في دوراتهم. وأنا أشكر برضه الأخ اللي قرأ الآيات القرآنية فقد اختارها بدقة. وكذلك فليتنافس المتنافسون، وختامه مسك إن شاء الله تبقى ختام الدورة دي ختام مسك. هذه الدورة هي الأساس في عمل اللي هو الطبيب. هي الدورة مؤسسة وممنهجا على عمل طبيب الريف او الطبيب اللي هو الرعايه الاوليه، ودي اللبنه الاولى والاساس الذي يوضع في بدايه طريق كل انسان. اللي هو طبيب الوحده الريفيه او طبيب الرعايه الاوليه ده اللي بيلتقط اول من يقابل المريض. وهو هنا بقى يعني بيرجع تاني لما تعلمه في كليه الطب. فيعني لو كان متعلم صح، اولا بيدي العلاج 70% من اللي بيقول الواحد، ويمكن اكثر من 70%، تتعامل مع هو الامراض، معظم الحمد لله امراض بسيطه، يستطيع ان هو يطلب العلاج ويصرف الدواء 70% من المرض، والباقيين بيحولهم لمن هو اعلى منه علما. ولما يجي يحولهم يحولهم صح برضه. لكن الطبيب اللي مش متعلم بقى يكتب له علاج غلط. ومش هيعالج اكثر من 10 أو 20% لان الباقي ما يعرفوش.
ما ذاكروش او ما كانش مهم او هو قال ان هو ده مش هيجي في الامتحان. فيجي له المريض والله انا ما ذاكرتكش، قوم حوله. فكل اللي بيكتبه لعدد قليل من المرضى. وهذا العدد القليل بيكتب له علاج غلط. ولما يجي يحاول غلط برضه. يجي له المريض عنده برد، يقول له جسم عظمي كله متكسر، يحاول يطلب العظام. حتى التكوين مش عارف يحاول صح. ولما يجي يشوف مريض حتى ما بيعرفش ده متوفى ولا غير متوفى. يعني الغرض انت في هذه الدوره دي دوره من اهم الدورات. لما تيجي تبني عماره ضخمه اول حاجه بتهتم بها الاساس، فهي الدوره اللي انت على الاساس. انتوا محتاجينها جدا لان هو فتره امتياز لا يقضيها الطبيب بشكل جيد. العيب فيكم والعيب برضه في اداره المستشفيات. العيب مشترك والمنظومه الصحيه كانت خربانه في المرحله السابقه. فانا كان في تدريب كويس في اللي هو في فتره امتياز لا منكم ولا من اللي هو الاستاذ الدكتور. احنا كان ايامنا والله كان التدريب في الامتياز على اعلى مستوى. ما كنتش بتلاقي الدوره زي دي. انا اصلا خدت دوره تدريبيه لمده 12 شهر على اعلى مستوى في المستشفيات الجامعه والمستشفيات الصحيه من الاخصائيين والاستشاريين وفي الجامعه كما اراه في الكتاب اراه متطابقه. فانا محتاج دوره زي دي ليه؟ ما انا خدت 10 اضعافها جوه في الجامعه. احنا كنا بنعمل عمليات جراحيه نساعد في الاول وبعد كده نبدا ايه يسمحوا لنا بعمل العمليات الجراحيه. مفيش حد مننا داخل الجراحه اللي عمل، مفيش حد مننا داخل نسال الولاده الا لما ولد عشرات الحالات وكتب روشتات وشاف حالات الامرجنسي وقعد اللي هو في الطوارئ وشاف تخدير. كلنا كنا لازم نعدل في الدورات دي كلها. انما انا مع الاعداد ومع التراخي والتسليم ما عادش الدورات دي بتتقل وتعطل. لكن ان شاء الله باذن الله اتفقنا مع كنطاق مع كليه الطب على الاهتمام الشديد بالامتياز في هذه الفتره. فمش حد هيعدي من الاطفال الا لما يكون اكتسب المهارات الخاصه والا هيعيد الدوره عيد الشهرين. وفي الجراح يا اما يكتسب الملكات المطلوبه ويحضر وعنده لوك بوك يمضى فيه والا هيعيد الشهرين. يعني لاول مره باذن الله على نهايه الدوره نهايه اللي هو فتره الامتياز هتلاقي في ناس متجهه لوزاره الصحه عشان تستخدم تقديس مزاوله مهنه وناس هتنتظر شهرين وناس هتنتظر اربعه وناس هتنتظر سته وناس هتعيد الدوره. وده مش قسوه قد ما هو يعني ايه رغبه في اللي هو اصلاحهم واصلاح المنظومه الصحيه باذن الله تعالى. وعايزين برضه الواحد يبقى حاطط في اعتباره يعني الغرض النبيل او ما عند الله سبحانه وتعالى. احنا بنحاول بقدر المستطاع كنقابه فيما يصلح حال الطبيب ماديا وفي حاله المنظومه الصحيه وكان وزاره اللي هو ميزانيه وزاره الصحه وهكذا ونسعى ونجاهد ونقاتل ونعمل كل الوسائل للضغط عشان نرفع من قدر الطبيب ماديا. احنا مقدمين على مشروع كادر يبدا فيه الطبيب ب 3000 جنيه متدرجا لحد لما يوصل حوالي 10000 جنيه. وان شاء الله احنا قدمناه حوالي 10 ايام او اسبوعين في مجلس الشعب للجنه الصحه في مجلس الشعب. وتحركنا بمسيره من غبر الاطباء سائر على الاقدام بالبلاطم بعدد كبير من الاطباء لحد ما وصلنا وسلمنا عشان نديهم احساس بان احنا ورا القانون ده وبضغط. وطالبنا برفع ميزانيه وزاره الصحه ل 15% لان مش هيصلح اللي هو الحاله اللي كده. حتى لو حصلنا على 15% دي بعد سنتين او ثلاثه المهم ان احنا هنقاتل من الاجنبي. وعندنا وسائل الضغط واحنا فوضنا النقابه العامه في اتخاذ ما يمكن من اجراءات. ومن ضمنها ان شاء الله باذن الله يوم الاحد اللي جاي هيبقى في وقفه لكل الاطباء في كل المستشفيات في الجمهوريه لمده ساعه. ده عشان نبين للحكومه جديه الطلب وان احنا ممكن نعمل اكثر من كده. احنا مش هنوصل الحال لدرجه ان احنا نضرب ونأذي المريض ونسبب وفيات. احنا اقسامنا دايمين على المحافظه على صحه الانسان والمحافظه على حياته. فاذا في الوقفه دي هنلاقي في زملاء لنا بيقوم بالواجب واحنا بنبين بس الحكومه ان احنا مش هنطرح حقوقنا وهنطالب بها وبشتى الوسائل. والاسبوع اللي بعديه هيبقى برضه في وقفه باذن الله في جميع المستشفيات على مستوى الجمهوريه لمده ساعه من الساعه 12 لحد الساعه 1. احنا بنبشركم بمشروع للشراكه تم الموافقه عليه. الاستاذ الدكتور محمد يقود رئيس لجنه التدريب والتعليم الطبي ونطاق الاطباء مع وكاله الصحه وكليه الطب. هذه الشراكه الواعده باذن الله بمثل ابتدى في كل النقابات في كل المحافظات فيها بالدعم اللي هو النقابه ماديا دورات اللي هي المدفوعه بالاجر حوالي 25%
وفيها مديريه الصحه تتحمل حوالي 25%، صندوق المحافظه بيتحمل اللي هو صندوق الرعايه اللي هو خدمات حوالي 25%، تبقى للطبيب 25%. احنا كنا عايزينها تبقى دورات مجانيه لكل الاطباء، لكن مديريه الصحه هي اللي ادت ملحوظه ان الدورات المجانيه لها احتياط الطبيب. فلو قلنا ان مثلا في دوره في السونار، دوره في المناظير، دوره في الجراحات مثلا الميكروسكوبيه، وسجل فيها عدد من الاطباء اللي من المنزله واللي من الغابه وهكذا، يبقى على حسب الدوره دي بياخد اجازه من المستشفى ما بيجيش، ولانه هو مش دافع فلوس مش هيجي. انما لو دفع هيحس بقيمه الدوره ويع الدوره. والدورات دي هيبقى فيها دوره، هيبقى فيها جديه، هيبقى فيه لجنه للمتابعه. متابعه اللي هو المعطي للدوره ومتابعه المتلقي للدوره. هيبقى فيه جزء جوه جامعه هينتقل الاطباء الى اللي هو المراكز المتخصصه، كل واحد في دورته في مكانه، وهيتعلم على اعلى مستوى بحيث ان هو يخرج من الدوره دي بعد 3 شهور، بعد 4 شهور يعلم زملائه في مستشفيته. يبقى هو خبير في الجزئيه دي، مش هنسيبه الا متعلم في الجزئيه والملكه دي. وفي جزء اخر هو ذهاب اللي هو الاساتذه والاطباء والمستشارين الى المستشفيات لاجراء اللي هو العمليات والتعليم اللي هو الساده الزملاء من الاخصائيين في مستشفياته. دي مدفوعه الاجر، دي مدفوعه الاجر، والمشاركه وخلاص تم اللي هو الاتفاق نهائيا بعد صياغه الشراكه، وباذن الله نبدا فيها تنفيذها قريبا باذن الله. وان شاء الله الدكتور محمد برضه يدينا فكره عن تفاصيل الدوره دي. احنا عندنا في الطاقه الحمد لله اللي هو اللجنه العلميه لجنه التدريب والتعليم الطبي بقياده الدكتور محمد يقول من انشط اللجان. تقريبا كل اسبوع في عندنا نشاط علمي او اثنين، ساعات في النقابه ساعات خارج النقابه، واحيانا ننتقل اللي هو الانشطه العلميه لا نجد لها مكانا فبناخرها ونأجلها لمواعيد اخرى يعني. واحنا لنا صفحه على الفيسبوك هتجدوا فيها كل الانشطه، وبنجتهد ان احنا نوصل هذه الانشطه الى كل الزملاء في كل المستشفيات، لكن برضه ينقصنا برضه اللي هو وسيله الاعلام. يعني كثير من الزملاء لا يعلم هذه الدورات، ونقابله يقول انا ما بخش على الفيسبوك، انا ماليش فيه، او ما بخش على موقع النقابه. واحيانا اللي هو الاعلانات برضه فيها قصور، بتتعلق في المكان وهو بيخش من المكان. مع ان احنا بنجتهد ان احنا نعلن بشتى الوسائل، وبنعلن عدد كبير من اللي هو الاعلانات وهكذا. احنا بالنسبه للقانون بتاع النقابه احنا عملنا يعني ورش عمل، وعملنا اجتماع ما بين النقابه العامه والنقابات الفرعيه لمده 3 ايام، وناقشنا كل المواضيع بما فيها اللي هو العلاج الطبيعي، معامل التحاليل، كادر الاطباء اللي هو التنميه اللي هو الطبيعيه اللي هو التنميه المهنيه المستدامه، وكل شتى الامور، لان اللي هو ما نتعامل فيه الان من قوانين قديمه، قانون مش عارف 2 سنة 65 والمعدل سنه 70، كلها قوانين عاف عليها الزمن ومحتاجه تغيير جذري. ده دور النقابه العامه واحنا بنقوم بيه. الحقيقه احنا بنلاقي بعض الزملاء يلوم النقابه الفرعيه وبشده، واحيانا بتعدي حدود العرف والادب ما بين الزملاء وبعضهم على اشياء لا املكها انا كنقابه فرعيه. لما يطالبني بكادر الاطباء، احنا لسه لحد دلوقتي انا مرتب قد كده، ومرتب الغفير قد كده، ومرتب اللي هو العامل قد كده. طب وانا املك اللي هو الكادر، وانا املك اللي هو المرتب الضائع. هذا الكلام يطلب من النقابه العامه، وقد قمنا بعمل كبير فيه انا شخصيا ومع زملائي في النقابه، حطينا تصور لمشروع قانون وكادر، ورحنا في اللي هو الجمعيه العموميه في القاهره، وانا لقيته مع زملاء اخرين من نقابات اخرى. يعني كان في قانون، مشروع قانون مقدم الاسكندريه ومن التقليه، وايضا من النقابه العامه، ووكيل النقابه العامه في اعداد هذا القانون لتقديمه. يطالب مثلا بعلاج الاطباء، احنا قمنا برضه بدور في هذا الجانب، احنا خدنا موافقه من الجامعه، من عمليه الكليه، ومن مدير المستشفيات، لتلقى